السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة سلطان تكنولوجي. الليلة يا شباب جينا لمفهوم جديد، مفهوم مختلف شوية عن المفهوم بتاع الوراثة. فخلونا قبل ما نبدأ الشرح بتاعنا، اعملوا سبسكرايب لايك شير الفيديو عشان الناس كلها تستفيد. نبدأ المحاضرة بتاعتنا، المحاضرة السابعة. عندنا مفهوم جديد يا شباب اسمه الابستراكت كلاس. خلونا يا شباب نمشي نشوف الابستراكت كلاس. قلنا عندنا نوعين من شنو، من الكلاسس، انه يكون كونكرنسي كلاس يكون شنو ابستراكت كلاس. الكونكرنت كلاس يا شباب تعملين شنو، انه دي يا شباب لو انشأناها ممكن نحن شنو هي شنو نون ابستراك، يعني نحن ممكن نشي منها اوبجيك. عرفتونا؟ يعني نحن انشأنا كلاس اسمه كونكرنت كلاس، بنقدر نحن نشي منه اوبجيك. اما الثاني، النوع الثاني اسمه ابستراك كلاس، هنا ما بنقدر نشي منه شنو اوبجيك، لانه هو شنو، هو لانه هو ابستراك. دائما يا شباب السينتاكس بتاع الابستراكت يا شباب خليك انت عارفه. السينتاكس يا شباب بنقول شنو، بابليك ابستراكت كلاس نيم اسمه الكلاس بتاعي، وهنا بكتب شنو، بين القوسين بكتب شنو الاكواد اللي انا عايز انفذها، هو الستيتمنت بتاعي. دي الصيغه، دي السينتاكس، خليكم حافظينه. في اي كود يا شباب، في اي مفهوم في لغة الجافا او في اي لغة تانية، انت خليك فاهم او عارف السينتاكس. انت اذا عارف السينتاكس الباقي حيكون لك سهل. بس احنا عرفنا اذا نحن ننشئ ابستراك، ننشئ لنا كلاس اسمه ابستراك، كيف هنقول الكلمة المحجوزة بابليك، الكلمة المحجوزة ابستراك اسمه الكلاس بتاعي. نفتح اقواس، قلنا شباب النون ابستراك ميثود بتخليني انا اقدر شنو اعمل امبلمنتيشن للكلاس، الكلاس بتاعي ان انا اقدر انشئ جوا له شنو، انشئ جوا له اوبجكت. اما الابستراكت بتاعي، الابستراكت حيكون كيف الدوال بتاعتنا الداخل الابستراكت. يا شباب مفهوم الكلام، النقاط او التلخيص بتاع الابستراكت ده كله كده، انا هلخصه لك في حاجات بسيطة. يعني الكلام الكتير ده كله المفهوم منه بسيط. اول شيء يا شباب قال لي شنو، قال لي انه الابستراكت بتاعتي انه ما فيها شنو، ما بيكون فيها بودي. يعني انا داير انشئ داله ابستراكت ما حتكون فيها بودي، يعني ما في اقواس بدايه ونهايه تكتب ولا استيتمنت، حتكون في لاين واحد فقط. انه لازم شنو، لازم الداله بتاعتي تكون اول شيء تكتب البابليك. عرفتوا الابستراكت، مع انها اصلا باي ديفولت بتكون بابليك. الابستراكت انت ممكن تكتب ابستراكت للتوضيح، يعني توضح له انه دي ابستراك، او ممكن ما تكتبها باي ديفولت بتكون ابستراك. بتكون باي ديفولت كيف يا شباب، لما الكلاس بتاعك فوق انت قلت له ابستراك كلاس، معناها اي داله داخله اذا ما كتبت ابستراك هي بتكون باي ديفولت ابستراك. قال لي هنا بتحدد له الداتا تايب بتاعتها، نوع البيانات بتاعتها اذا كانت بترجع او ما بترجع. هنا تكتب شنو اسم الداله، تكتب المعاملات بتاعتها، تاخد شنو فاصلة منقوطة نهاية السطر بتاعي. ده شباب الدالة انا عايز اعملها. يعني انا هنا لا بعمل body عشان اكتب جوا له statement، ما بعمل اي حاجة. عرفتوا؟ وقال لي شباب انه انا لو عايز انشئ object من الكلاس بتاعي ما حقدر انشئ object من الابستراكت. عرفتوا؟ يعني انا عايز اعمل لي اوبجكت من الابستراكت بتاعي، هديني رساله بتاعت خطا. ولي انت عامل هنا الكلاس ابستراكت، وكيف انك تنشئ منه اوبجكت؟ نشوف يا شباب المثال بتاع شنو؟ تتذكروا المثال بتاعنا اسمه جيومتريك اوبجكت في المحاضره الخامسه؟ انه انشأنا هنا مصفوفة، انشأنا مصفوفة من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجيكت، كان جوالها شنو
السايز بتاع العجلة، وإن إحنا شنو دعنا أنشأنا شنو قلنا أنشأنا الأوبجكت بتاعنا عشان يرجع لنا شنو يرجع لنا السب كلاس بتاعنا المخرج من شنو من السب كلاس اللي نحن نشأناه كان اسمه سيركل، قلنا له أوبجكت زيرو المصروف بدلنا من الزيرو. المهم يا شباب نيجي نشرح الابستراكت في المثال. فيا شباب ده مثال ان انا هنا عملت شنو، هنا قلت له public abstract، استخدمت الكلمة المحجوزة اللي اسمها abstract class ده شنو اسم الكلاس ده اسم animal. ده انا كده شنو انشأت الكلمة المحجوزة abstract منها كلاس اسمه شنو animal. قلت له private string name، انشأت شنو حقل اسم string name. قلت له شنو، قلت له انا عندي داله public abstract void speak، دي شنو الداله speak دي. قلت له يا شباب public string get name، عمل لي شنو عمل استقبل لي الاسم بتاعي، لا يرجع لي الاسم بتاعي. اما الداله بتاعت get بترجع string للنيم بتاعي. عملت برضو داله بتستقبل لي شنو الانيمال نيم، تستقبل لي النيم بتاعي. void بيستقبل لي معامل واحد تلو نيم انيمال. لحد هنا كويسين، لكن احنا شغلنا الابستراكت بتاعتنا ان عندنا داله سبيك. الداله سبيك دي يا شباب احنا بنعمل لنا اسمه نيجي يا شباب من ناديها نعمل اول شيء ثلاثة كلاسات. انا هنا عملت كلاس اسمه دوغ، كلاس اسمه سنيك، كلاس اسمه كو. الثلاثة كلاسات دي شباب عملت لها اكستند ديمنشن من الانيمال من الكلاس بتاعي سوبر. قلت له شنو قلت له انا دي داله هنا اسمها سبيك صح، هنا الداله دي ابستراكت، انه هنا ما عملت فيها اي حاجه. قلت له public abstract، لانه دائما يا شباب الدال اللي بتكون abstract يا شباب ما بكون عندها body، لانه اصلا هنا احنا ما عملنا body صح، لانه abstract ما حتكون عندها body. جيني هنا قلنا له الدال اللي بتاعتنا اللي اسمها public void speak، راح نقص قلنا له شنو system out print line الاسترينج بتاعتنا. مشينا الكلاس بتاعنا الثاني اللي نحن عملنا له اكستند من الانيمال، قلنا له البابليك فويد سبيك انه شنو انه اطبع لي الرساله بتاعتي دي سيستم دوت اوت بريد. الثالث برضه قلت له شنو البابليك فويد سبيك الداله بتاعتي دي اطبع لي شنو ثلاثة متغيرات. كده نحن انشأنا شنو انشأنا الابستراكت كلاس، انشأنا ثلاثة كلاسات اللي هو اكستند من الانيمال. فنيجي نشوف يا شباب الفويد مين حتكون بتاعتنا كيف. زي ما شباب نحن دي الفويد مين بتاعتنا يا شباب انشأنا شنو انشأنا اوبجيكت اسمه ماي دوج من شنو الكلاس بتاعي. قلت له يا شباب انه الكلاس بتاعي اسمه كاو يا شباب، قلت له شنو انشأت منه اوبجيكت اسمه ماي كاو من نفس شنو نيو اسمه الكلاس بتاعي. تاني شفت انشأت اوبجيكت اسمه ماي سنيك من شنو من الكلاس بتاعي اسمه سنيك نيو اسمه الكلاس بتاعي. انا هنا حاجة اعمل شنو، هقول له ماي دوج الماي دوج بتاعي الاوبجيكت بتاعي دوت سيت نيم، امشي اكتب لي شنو استقبل لي شنو الماي دوج اسم الدوج بتاعي. قلت له شنو ماي دوج ماي كاو الاوبجيكت بتاعي دوت سيت نيم اسم الكاو بتاعي شنو الماي سنيك دوت شنو دوت سيت نيم. فهو حيعمل شنو، هو حيشيل الاوبجيكت ده حيمشي دوت سيت، حيمشي للكلاس السوبر اللي هو الاسم له، حيمشي يلقى شنو يلقى الدالة سيت نيم، حيقول مرة له مثلا ومرة له شنو
الاسم اسم السترينج بتاعك الفاليو انت مرات عليه. الماي كاو برضو هيعمل شنو؟ هيمشي للدالة، هيمشي للكلاس اللي اسمه animal instruct ده، هيشيل من الدالة شت. والماي سنيك برضو يا شباب زيه مرات له شنو؟ مرات له القيم دي string بتاعي. قلت له شنو؟ قلت له system.out.print شنو؟ my dot dot get name. قلت له شنو؟ s y s my dot speak my dot speak. راح يمشي حيطبع لي الاسم بتاعي اللي انا قلت له هنا معه s y s s a y s. قلت له شنو؟ مالنا طريق هنا شنو؟ قلت له اسم الأوبجكت بداية دوت سبيك. هيمشي هنا دوت سبيك، هيلقى الأبستراكت اسمه سبيك. لما يلقى الأبستراكت اسمه سبيك هيمشي يشوف هنا أنا عملت شنو؟ ماي دوج. هيمشي للماي دوج يا شباب، هيلقى شنو؟ الأوتبوت ده. هيقوم حيشنو؟ هيقوم يستقبل، هيقوم يطبع عليه من بتاع ماي دوج دوت سبيك. انه الكلاس بتاعي اسمه دوج، الاوبجكت بتاعه هيمشي الكلاس بتاعي اسمه دوج، هيلقى شنو؟ الدال سبيك طبع عليه من عليه. نفس الحكاية بالنسبة للكلاس التاني، هقول له ماي كاو دوت سبيك، هيمشي للكلاس اللي اسمه كاو، هيمشي يطبع عليه شنو؟ الستيرنج بتاعته. وهيمشي للكلاس التالت اسمه سنيك، هيطبع عليه الاسم بتاعه اللي انا هنا عملته مررته له، هيطبع عليه شنو؟ الدالة بتاعت الاسم سبيك. هيمشي الكلاس بتاعي سنيك، هيلقى شنو؟ الدالة اسم سبيك الان اديته جوا شنو؟ الستيرنج ده الطباعة دي هيطبع عليه. ده يا شباب مفهوم الابستراكت. نجي نشوف يا شباب using dynamic method انه كيف انا بقوم بربط الميثود بتاعي دي بالماكية. راح اقوم اعمل شنو يا شباب؟ في المفهوم ده داري اوضحها شنو يا شباب؟ داري اوضحها هنا انه ما اي زول عنده شنو؟ انه اي زول ما عنده، انه اي زول عنده راتب لازم يكون موظف. انه اي حيوان ما شنو؟ انه اي حيوان ما يكون كلب. يعني اي حيوان، ما اقول مثلا انه الزول ده حيوان معناه كلب، لان لا، لان الحيوانات فيها شنو؟ فيها انواع اشكال صح؟ من حيوان ممكن يكون اسد، ممكن يكون نمر. وما يزال شنو؟ يشير راتب معناه هو موظف. يعني في واحدين في واحدين بيكون عندهم مثلا مرتب، مثلا بيكون خلقوه في المحل، في المحل حقه مثلا يكون عنده محل حقه تحت موظفين، فمعناها ده مدير. يعني ما هو ما موظف، انه قاعد تحت زول، انه قاعد انه بده مرتب مثلا وقاعد عنده زول بيديره. عرفتوا؟ طيب نشوف المثال ده. هو المثال ده قال لنا ان احنا نمشي كلاس اسمه انيمال، انه عشان من كلاس اسمه انيمال المثال حقنا الجبال اللي احنا انشأناه واللي انشأنا منه ثلاثة كلاسات. قال لنا شنو؟ قال لنا احنا ممكن نعمل شنو؟ نستخدم الكونكرنت كلاس لشنو؟ للانيمال. من هي قلت له public class animals، عملت void main بتاعتي. قال ليش انا اعمل من شنو؟ child object، يعني انا اعمل object من ال من ال sub class بتاعي، من ال super class. قام عمل لي زي ما ذكرنا احنا في المحاضرات السابقة، انه انت ممكن تنشئ class، انه انت ممكن تنشئ متغير نفس اسم الكلاس. يعني انا هنا الكلاس بتاعي ده كان انيمال، ممكن اكتب هنا
انيمال اسم المتغير اللي انا عايزه. انا عندي كلاس اسمه امبلوي، ممكن اكتب امبلوي اسم الكلاس اللي انا عايزه. فهنا عمل شنو؟ فهنا المتغير اللي هو انشاه قال له شنو؟ المتغير اللي انا انشاته ايكوال نيو اللي شنو؟ للكاو للكلاس اللي اسمه شنو؟ عمل لي منه شنو؟ استدعي لي، بعد ما تستدعي لي اطبع لي شنو؟ اطبع لي الدالة جوال الاسم سبيك. امشي لي تاني عمل لي عمل لي انشئ لي اوبجيكت من الكلاس الاسم شنو؟ دوج. استخدمت كلمة محجزة نيو، قلت له الانيمال كده معناه كحمل شنو؟ تحمل لي كلاس الاسم دوج. قلت له قلت له الفاريبل بتاعي اسمه انيمال ريفرنس دوت سبيك، هيمشي هناك هيكون مخزن جوا كلاس اسمه دوج. كلاس اسمه دوج جوا له شنو يا شباب؟ جوا له الدال اسمه سبيك، هيمشي يطبع عليه شنو؟ ينفذ لي الدال اسمه سبيك، حط عليه شنو؟ هنا طبع لي الشرطين الداخل شنو؟ داخل الكلاسين، عرفتوا؟ نجي لهنا قال لنا using super class a missed parameter type. هنا قال لي شنو؟ قال لنا ممكن انشئ انشئ دالة واحدة ويكون شنو؟ واقوم اعمل منها مجموعة من شنو؟ البارامترز بتاعتي. مثال نجي نشوف نحن دايما يا شباب الكلام السيوري نجي نحن ما نفهم منه كثير، لكن لما نشوف حاجة تطبيقي أو حاجة عملي فنحن شنو؟ هنعرف هنفهم. فهنا عشان شباب عشان كلاس بابليك عام اسمه تيكينج انيمال ديما، عشان الجولات ده اللي اسمه مين؟ قلت له الكلاس اللي اسمه دوج بتاعي ده انشئ لي منه اوبجيكت اسمه دوج نيو دوج، انشئ تاني هنا اوبجيكت للدوج اوبجيكت للكاو. جيت هنا قلت له شنو؟ قلت له هو دوج دوت شنو دوت سيت نيم، يمشي يجيب لي الدالة بتاعتي اللي اسمها سيت نيم، مرر لي شنو؟ السترينج بتاعي الدالة اللي اسمها الدالة اللي اسمها سيت نيم في الاوبجيكت بتاع الاوبجيكت اللي اسمه كاو اللي احنا انشأناه، مرر لي شنو؟ اللي هو السترينج بتاعي. بعدين تيجي تعمل لي شنو؟ زي ما شايفين الشباب تحت انشأنا دالة اسمها تيكن انيمال، انشأ لها فاريبل من شنو؟ من نفس اسم الكلاس بتاعي اسمه انيمال. قلت له الدالة دي أول شيء أطبع عليه السترينج ده، تاني شيء أطبع عليه السترينج تاني، تالت حاجة أطبع عليه شنو؟ قلت له الأنيمال دوت جيت نيم أطبع عليه اسم اسم الأنيمال وشنو؟ نادي لي الدالة اللي اسمها شنو؟ سبيك عن طريق شنو؟ الأنيمال. قلت له أنيمال دوت سبيك، قلت له شنو؟ أطبع عليه الرسالة دي النجوم ستارت. فانا لما اجي هنا امر له اقول له تيكن انيمال اسم الداله بتاعتي دي، امر له الاوبجكت بتاعي اسمه دوج ده، هيمشي هنا هيجي هنا شباب هيطبع لي اول شيء يقول لي الجافا تيكن انيمال دو دي الكلاس شنو الفويد، طبعا لي الرساله بتاعت شنو الرساله بتاعتي الموجوده في الداله بتاعتي، طبعا لي الرساله الثانيه، الرساله الثالثه عامل شنو؟ شال لي طبعا لي اسم 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 الحيوان بتاعي مثلا الضج بتاعي اسمه شنو، طبعا لي تحت شنو الصوت بتاعه انه صوت صوت الحيوان بتاعي كده، وقام عمل لي شنو طبعا لي الاسترينج الستارت بتاعتي. تاني مشى نادينا الدالة تاني مرة تانية مرة نلاقي شنو الكاو، هاجي هنا حاطبع لي نفس الرسالة، هيمشي يشوف الدالة اللي اسمها تيك انيمال دي، هيشوف الحاجة اللي جواها، هينفذ لي الستيتمنت ده، هيطبع لي، هينفذ لي الستيتمنت التاني، الستيتمنت التالت هيمشي يشوف الست نيم بتاعي شنو؟ الاسم اللي انا خصصته له مراته ليها، هيطبع لي، هيطبع لي معاه الرسالة دي، تاني هيقول لي شنو؟ هيطبع لي الصوت بتاع الدالة اللي اسمها سبيك، هيطبع لي شنو؟ ينفذ لي الدالة اللي اسمها سبيك. فهيمشي يطبع لي شنو الصوت بتاع
الحيوان الآلي. هنا قال لي شنو يا شباب؟ قال لي هنا create array of sub class object، انه انا انشئ مصفوفة من شنو؟ من السب كلاس اوبجيكت، انه امشي له مصفوفة شنو؟ من الاوبجيكت بتاعي، من الاوبجيكت بتاع شنو؟ بتاع السب كلاس، يعني الكلاس الفرعي بتاعي. انه هنا يا شباب قال لي شنو؟ قال لي انا هنا انشئ array، انشئ لي مصفوفة نوع شنو؟ ريفرنس. المصفوفة دي بتعمل شنو يا شباب؟ المصفوفة دي اول شيء حجمها شنو؟ حجمها ثلاثة من الكلاس اللي اسمه شنو؟ اسمه انيمال. دي اسمها المصفوفة بتاعتي. قال لنا اول شيء انشئ الكلاس اسمه انيمال اري ديمو، اللي هو الفيور فويد مين بتاع الكونفيز بتاعي. اللي انشي المتلوش انو animal reference، هو animal reference ده اسم المصفوفة بتاعتي. انشأت المصفوفة بتاعتي دي مش انو من الكلاس بتاعي اسمه animal. حجمه كم؟ حجمه تلاتة، يعني 0 1 2. قال لي الانيمال animal reference of 0 هزل لي شو شنو؟ هزل لي فيه القيمة بتاعت الكلاس اللي اسمه دوج، وانشي لي منه شنو؟ انشئ لي منه في الذاكرة بتاعتي للكلاس اللي اسمه دوت، خزن لي في القيمة بتاعتي الانيمال ريفرنس اوف 1 معناها شنو؟ في الموقع التاني خزن لي القيمة بتاعت الكلاس اللي اسمه كام. في الموقع التالت معناها شنو؟ خزن لي شنو؟ المرجع من الكلاس بتاعي اللي اسمه سنيك، خزن لي شنو؟ في الموقع الثاني اللي هو الموقع 2 هنا. اما بالنسبة لنا حيكون الموقع الثالث، يعني 0 ده بيحتاج الموقع الاول، الموقع الثاني، الموقع الثالث. قلت له اعمل لي حلقة، الحلقة دي تعمل لي شنو؟ قلت له بتبدأ الاكس بيساوي شنو؟ 0. قلت له اكس اقل من شنو؟ 3، لانه المصفوفة بتاعتي 3. قلت له بلس بلس اكس ونجي نشوف. قلت له الانيمال reference of x ب 0 dot speak هيمشي بعد شنو؟ هتبقى speak قاعدة في شنو؟ في الموقع الأول، قاعدة في الموقع الأول شنو؟ اسم اللي هو الدوج صح؟ الكلاس اللي اسمه دوج في الموقع الأول هيمشي نادي الدالة بتاعت الاسم speak، هيقوم يطبع عليه. هيمشي تاني العداد يزيد بيها 1، هتقول x equal 1، هيجي يختبر لو كان شرط true حاجة ينفذينا الاكس يكون هنا شنو؟ الانيمال ريفرنس اوف كم؟ اوف 1، الاكس بي 1 هتبع عليه شنو؟ هيمشي يشوف 1 مخزنين فيها شنو؟ الكلاس اللي اسمه كم؟ هيمشي يطبع عليه شنو؟ الدالة بتاعت اللي اسمها سبيك، هيمشي يطبع عليه الدالة بتاعت سبيك. هيمشي للمصفوفة التالتة، الموقع التالت في المصفوفة بتاعتي سوري، انه شنو؟ هيقوم مختبر لي هنا انه مين متغير حاجته هيبقى باتنين. هيختبر لي شفت لو كان ترو هقول له انيمال ريفرنس المصفوفة بتاعتي اوف شنو؟ اوف الاثنين، الاثنين الاكس اوف الاكس معناها شنو؟ الاكس قيمته 2 دوت سبيك. الموقع التالي في المصفوفة بتاعتي الكلاس اسمه شنو؟ سنيك. همشي هنا للكلاس اللي اسمه سنيك دوت شنو؟ دوت سبيك. همشي اشوف لي الدالة بتاعته هينفذ لي هيطبع لي بتاعتي. دي كده يا شباب المفهوم بتاع الابستراكت، وده مثال، ده أقصد تمرين. ما في مشكلة إن نحن نعرف الخطأ وين والبتاع وين. نوريهم الخطأ وين. قال لي في الكلاس أنشأت كلاس اسمه إيه؟ قلت له أبستراكت وايد اسم الدالة بتاعتي. قلت له كده غلط. الغلط يعني انه انا هنا الكلاس بتاعتي، الكلاس بتاعي ما قلت له ابستراكت كلاس، لانه هنا ما عندي النقطتين الفاصله مظبوطه عرفت؟ يعني انا كلاس انه الاي ده غلط ما صح. انا قال لي بابليك كلاس ابستراكت ايه، لكن قال لي شنو؟ ابستراكت void وشنو؟ دي كده معناها شنو؟ دي كده معناها انه صح كده شغال.
نمرة بي ده صح. نمرة سي انشأ كلاس من غير ابستراكت void. طب اللي هو غلط برضه، لان انت فاهم معاه قلت لي ابستراكت، ما وضحت لي قلت انه ده ابستراكت او ما ابستراكت. نغلي ابستراكت كلاس ايه برودكشن void. هنا الغلط هنا شباب في البرودكشن، انه انا دايما قلت لك الكلاس بتاعي الابستراكت بيكون public عام، فده معناه شنو؟ انه انا هنا عندي خطأ هنا، المفروض اقول له public الابستراكت اذا كتبته او ما كتبته هي باي ديفولت، اذا الكلاس بتاعك عبارة عن ابستراكت هو باي ديفولت بيكون ابستراكت، لكن هنا قلنا له شنو لازم يكون public. هنقل نمرة ايه لالي ابستراكت كلاس ايه اللي هي تحت قال لي ابستراكت void دي هنا صح. يعني لو كتبت هنا public او ما كتبت public هنا هيكون by default، عرفتوا؟ لانه هنا اعمل لي انشا لي داله تحت اسمها abstract void اسم الداله بين قوسين اعمل فاصله موجوده وخلاص ما فيها بوضو. ثم دي هنا شنو؟ هنا abstract class abstract integer true انه دي صح، لان الداله بتاعتي على حسب اذا كانت بترجع او ما بترجع، اذا كانت void او كانت integer ده اقول اي شيء. كده شباب حلينا الاول، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، وما تنسوا لنا من دعواتكم. شكرا لكم.